راح نروح لمساحتنا الأولى وهي المساحة الطبية. مرض الصدفية أو البهاق هو مرض جلدي شائع كثير، تكثر الأقاويل حوله. يا ترى هل يوجد علاج نهائي له؟ قديش العلاج عم بيكون فعال؟ التقنيات الحديثة اليوم لوين وصلت؟ هاي التفاصيل أكيد رح نعرفها لليوم مع الدكتور هايك سيروبيان، وهو اختصاص في مجال الجلدية والتجميل. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك دكتور. يسعد صباحك دكتور. يعني البهاق هي حالة عم نشوفها عند الدكتور، يمكن ما كتير بنعرف نحن سبب أو تعريف الصدفية، أو خلينا نقول تقشر الجلد كل مرة. خلينا بس ناخد لمحة عن هذا المرض. لا بس تصويب، البهاق غير الصدفية، يعني غيرهم بيختلفوا. يعني نحكي الصدفية أو البهاق هي مرضين منفصلين، في تداخل بيناتهم ببعض الحالات، ممكن ينتشروا اثنين مع بعض، لأنه هني ممكن يرجعوا لسبب مناعي محدد، ممكن أحيانا يكون في واحد، لكن هي حالتين مختلفتين وعلاجهم مختلف. البهاق حالة مختلفة عن الصدفية. البهاق هي بالعامية بسموها البرص أو بسموها البقعة البيضاء، للأسف لحد اليوم بمجتمعاتنا الشرقية بينظروا لها نظرة اجتماعية سيئة، مع أنه هو يعني أنا عبارة عن حالة من نفس اللون. دائما بقول لهم طيب ليش أنتم بتنظروا للكلف اللي هو فرط لون، أنه هو حالة شائعة وما بتعيب أي إنسان، ونقص اللون بصير عيب. ما هون إذا فرضنا على حدا في وجهه بهاق رح يكون عنده لون غامق ولون فاتح، وإذا معه كلف رح يكون عنده لون غامق ولون فاتح، لكن تختلف الأقاويل. البهاق تأخرت كتير الأبحاث فيه عالميا لسبب بسيط، إنه ما في غير مجتمعاتنا بينظروا له إنه هو أزمة. فبرا وقت بيعملوا أبحاث بيركزوا كتير على المشكلة اللي بيكون بيأثر على صحة الإنسان، أو بيأثر فعلا على حياته الاجتماعية، أو بيأثر على الأكتيفيتي تبعه، فهي ما بيأثر بشيء ولا يعتبر لا مرض مميت ولا بيأثر بحدا. اللي احنا عنا هون نظرتنا له هي النظرة الاجتماعية اللي بتعتبر المصيبة العظمى. عشان هيك تأخرت كتير بالأبحاث برا في تقديم الحلول، خلينا نعتبرها أو تطور الحلول عندهم بعكس الإجراءات أو الحلول بكتير أمراض، حتى لو كانت تجميلية أحيانا تلاقيها بتاخد منحة سريع كل 6 شهور بيطلع شيء جديد. هون كانت برا الابحاث عليها محدوده، لانه بينظروا لها انه هي ولا شيء، فعمليا تاخرت الابحاث فيها. طلعت ابحاث كتير، في منها قديم وفي منها جديد. الحقيقه ما بيكفي انه نقول عنا بحث جديد او طلع دواء جديد او طلعت حل مشكل جديد، بدنا نشوف نحن مدى توافر هذا الجديد عنا. يعني اليوم امراض المناعه الذاتيه اليوم مثل البهاق مثل الصدفيه هي امراض مناعيه، اليوم الادويه تبعها هي ادويه مناعه او كابتات مناعه او معالجات مناعيه بشكل مختلف. هاي المعالجات احيانا ممكن تكون بتكلف الاف الدولارات، يعني احيانا بتكون معالجات ستا في بداياتها او بتعطي امال جيده، لكن شديده الكلفه ممكن نحن انه نقدر ناخذها ونطبقها هون ببلادنا راح يكون عند ناس محدده جدا جدا، واذا جبناها ممكن ما يكون عندنا المخابر النوعيه اللي بتقدر تتبع اثناء العلاج الحاله المرضيه، يعني الحاله المناعيه او وضع الجسم او نحلل له دمه. نحن أدوية المناعة الذاتية إلى مشاكل ممكن تكون خطرة أثناء العلاج، فانحصرت بكتير حالات محدودة عنا، لكن نحن ما زلنا ببلادنا نفتقر لكتير. هلأ حتى اللي بيكون أحيانا عمره قديم شوي إذا قدرنا وفرنا هون عم نعطي أمل. الحقيقة كتير مهم نصوب تجاه العلاج، لأنه الفترة اللي مضت بهالحالات هي كتير الإنسان بيميل بنسبة 90% لشيء اسمه طب شعبي وطب بديل، وما بيقدر يعطيه اي شيء غير الايمان، اذا امن طاب واذا ما امن ما طاب. تمام، وبيبقى بالنهايه عنا انه نقدر نصوب تجاه انه الامال اللي عم تقدر تقدم حلول احيانا قد تكون ممتازه كثير بعلاج المرضين، لكن هن مرضين مختلفين كل واحد له سيره ونظامه. نعم. يمكن دكتور اذا بنحكي عن مرض البهاق او حتى الصدفيه، يمكن الناس اكثر شيء اذا بدي اقول بتخاف منه، يمكن هو المظهر اللي بيكون فيه، يمكن احيانا بيكون في اعراض له مزعجه. خلينا نحكي اليوم عن اهم الاعراض المترافقه بكل مرض لنقدر عن جد نميز بيناتهم. بهاق مثل ما حكينا هي بقع بيضاء. هلا هذا بمجتمعاتنا بتختلف، يعني مثلا حتى بسوريا بتطلعي باتجاه الشمال باتجاه الجزيره مثلا قد يكون المرض معيب اجتماعيا اكثر من المشكل مثلا موجود لو الانسان هذا مصاب في دمشق. الواقع الاجتماعي والنظره الاجتماعيه لها هي اللي بتلعب دور بالازمه تبعها. هي بقعه بيضاء، اذا بشرتك انت بيضاء وظهرت معك ممكن ما تبين، يعني الكونتراست بين اللونين ما يكون واضح. اذا حدا اسمر وظهرت عليه بتصير تكون اكثر مشكل اوضح.
الحقيقة بتفرق ما بين شاب وبنت، الشاب ممكن يطنش عليها شوي، البنت بالنسبة لها يعتبر وضع مش معيب ومعها حق، ما فينا نلومها، ما البنت اليوم عم ترقد تراعي أدق الأمور التجميلية تبع، فما بالك بمرض. الصدفية هي الحالة تترافق مع تقشر، يعني هي بالمعروف إنه الجلد بشكل طبقات قرنية، هاي الطبقات القرنية اليوم هي بتشكل سطح الجلد تبعنا. هلأ تطورها بالعادة بياخد زمن، وقت بياخد هذا الزمن بيقصر بتصير هالطبقات المتقرنة هاي بتتراكم فوق بعضها وبتشكل مظهر جلدي مترافق مع طبعا مظاهر جلدية، يعني مع أعراض تانية بتعطينا هذا المنظر القشري هذا اللي بتلاقوه أبيض، إذا أبعه اليوم بتطلع قشرة سميكة وبتنز تحتها، يعني بيطلع تحت القشرة نز دموي بسيط، هذا اسمه الصدفية. الإنسان اللي عنده صدفية ممكن تطلع عنده صداف بالفروة، ممكن يطلع عنده صداف في الجسم بأي منطقة، ممكن يكون من فوق لتحت بشكل أحمرية صدفية وبياخد أشكال مختلفة ومظاهر مختلفة. الحقيقة الاستعداد الصدفي ببلادنا هو حوالي 35% حسب الزمر النسيجية، يعني اليوم في بيقولوا بالبرة الأمراض المناعة الذاتية أنه هي تتبع زمر نسيجية، يعني تتبع كل واحد منا له زمرة نسيجية محددة مهيئة لأمراض محددة. فاليوم الزمر النسيجية المسؤولة عن الصدفية والبهاق بتشكل 35%، بس طبعا هي بتجي بخانة الصدفية أكثر، يعني نحن ثلث شعبنا بسوريا عنده استعداد صدفي، يعني نسبة ما قليلة تعتبر أبدا، عنده استعداد، لكن هذا الاستعداد اليوم ليتحول لحالي بحاجة مؤثرات، ممكن رد نفسي، ممكن عمل جراحي كبير، مرض مثلا أو خلل مناعي معين سببت له هذا الإصابة وبتصير بتشكل. بس 35% من الناس عندهم هذا الاستعداد، نسبة كتير كبيرة، 5% من مجتمعنا عندهم إياه كإصابة فعالة، 1% بالبهاق، 5% بالنسبة للصدفية. اليوم إذا بنحسبهم على التعداد العام فهن مئات الألوف من الناس، يعني ما أنا موضوع شخص أو شخصين، يعني نحن أحيانا ننظر لهاي الأمراض أنه هي سنوية، هي أبدا ما أنا سنوية، بس كل واحد عنده إياه بتلاقيه عم بداري. ما في إنسان إلا وبفترة من الفترات ممكن يعاني من قشرة براسه وهو صغير، ممكن يعاني من مشاكل محددة، ممكن أحيانا تختلط ما بين الصدفية وما بين الإكزيما، يعني في حالات صدفية بتكون عابرة أو إكزيما صدفية بتكون عامرة بتمر فينا لحنا ونحنا وصغار بترجع بتختفي. الحقيقة هو مرض شائع نعتبره، أو الاستعداد له شائع كتير. هلأ كيف مداراته؟ بترجع بقى لعناصر كتير، بترجع للمسببات اللي أحيانا بتكون خارجة عن إرادتنا، يعني اليوم مثلا إنسان تعرض لشوك، بتشوفتي هلأ لحنا ببلد صدمات. تعرضنا لحنا لصدمات كتير، ممكن ناس تجي جنبهم كتير عم يراجعونا مرضى من خوف من قصف، من خوف من حدث معين، تفجير من معين، تفجير معين، عم يراجعونا معهم إصابات وإصاباتهم واسعة ومعنده، يعني ممكن يكون مانو من الولادة، ممكن يطلع بعد سنوات منيحة، نادرا تبلش بالولادة، كتير قليل، يعني هذا الشيء معناته مانو وراثي، لا لا مانو ولادة، هو استعداد. هلا ممكن أنا حامل مثلا هيدا الاستعداد بصدمة معينة بتطلع عندي، يعني ما في حدا مصوم عنا، ما فيك تتجنبيها إذا حاملين الاستعداد معنا، بس بتجي الظرف والعوامل النفسية كتير بتلعب دور بين اثنين، بتى ما طلعت بتجي العامل النفسي الثاني، الحكي، انت بتطيب ما بتطيب راحت عليك، بفتح له هلأ كمان، لا تنسى هلأ لحنا أغلبية مراجعنا تعتمد على سيدنا جوجل عليه الصلاة والسلام، ما بنعرف شو بنعمل له، صرنا بنحكي كلمتين بيطلع المريض بفتح على جوجل بقى بشوف شو بياخد بقى آراء، شو بيشوف صور، بيعتبرها هو المرجعية على الطبيب وعلى الإصابة وعلى حاله وبيآمن فيها وبيمشي. فنحكيها بمزح منقول على سيدنا جوجل، لكن الحقيقة مشكلة التعاطي اليوم مع الطب بالإشاعة أو بالآراء، أو فوت على صفحة مثلا من الصفحات الفيس على صبايا شو معنى كذا، بتلاقي بقى أم أحمد وأم حسين كلهم بيمارسوا هواياتهم الطبية، وبقى بتلاقي 7000 تعليق عملي وشيلي، بيضيع الإنسان، بصير الإنسان بيتشتت، بيفقد إيمانه بعلاجه، بيفقد إيمانه بطبيبه، بيفقد إيماله بالشفاء لأنه بيتعلق بالأوهام. هون بقى مشكلتنا الأكبر اللي بيعانوا منها، خاصة أنه نحن يمكن نرمينا مثل ما قال الدكتور، يمكن مواقع التواصل الاجتماعي كتير أخذت من حياتنا، وفعلا عم نشوف أنه أي شيء بيصير معنا أعراض بنكتب الأعراض وفورا بيطلع الشرح بدون توصيف الحالة ونحن شو عنا. خلينا نحكي شوي عن التوافق بين الزوج والزوجة، ممكن يكون يأثر على حالة الأولاد، أو هي بس فقط هي ممكن تكون صدمات نفسية صايرة مع الإنسان حتى يظهر المرض. العوامل الوراثية بتلعب دور أكيد، بس ما بالوراثات، ما بشكل كتير كبير، إلا إذا كانوا الزوجين مصابين
بالمشكل عندهم نفسه استعداد. بصير هذا الهاي ريسك عندي مرتفع. لكن ما بالضرورة يعني إذا في اللي حدا أحد عنده بهاق الزوجين، ممكن إذا تزوجت تجيب حدا عنده بهاق ولد عنده ممكن بهاق؟ وممكن لا. يعني اليوم هذا موضوع رباني، نحن للأسف نحن بننسى موضوع مثل يقولوا حكمة الله سبحانه وتعالى فينا. يعني بالنهاية نحن عايشين ضمن قواعد بنحاول نبررها، لكن في حكمة كونية بالموضوع، هي حكمة الربانية الأساسية. اليوم ليش عامل وراثي بيظهر عند الناس ما بيظهر عند الناس، هذا ما حدا بيقدر يسيطر عليه. مثل ما حكينا احيانا الاستعدادات، يعني انه انا طيب انا امتلك زمره نسيجيه مثلا ذات استعداد مرتفع لاصابه معينه، قد تكون زوجتي عندها نفس المشكله، فراح يطلع الولد كمان عنده نفس الاستعداد، ممكن بتاثير معين يظهر ممكن ما يظهر. هذا موضوع كثير السيطره عليه صعب، ما بجوز اقول والله هاي المريضه مثلا معها بهاق ابنها راح يطلع معه بهاق، او هذا الاب معه بهاق الولد حتما معه بهاق. هذا موضوع بيد رب العالمين. ممكن ليش ما ننظر له من وجهة نظر تاني؟ طب ممكن زوجين سليمين اليوم يتزوجوا ويجيهم انسان او يجيهم طفل معه تنازل دم معه هذا الطفل المنغولي باللغة العامية، حدا بيقدر يمنع حاله عن هاي الإصابة؟ أكيد لا. حدا بيقدر يمنع حاله عن تشوه خلقي معين بصيب أولاده؟ معناتها هذا الموضوع رباني، يعني يعني علينا لحنا يعني بهيك مواضيع حرام نظلم عالم كتير بموضوع الارتباط، انه انت معك بده يصير معك هيك. هذا ما هذا بايد رب العالمين ما بايد البشر، فما كتير يتعاطوا. اما استعداد له هو استعداد موجود. محمول. تمام دكتور، يمكن اللي ضويت عليه حضرتك اكثر شيء هي نقطه التصالح مع هذا المرضى. يعني نحن بعدنا رغم انه في نسبه مرتفعه يمكن موجوده عندهم بالمجتمع، ولكن بعدنا مثلا بنشوف هذا الشخص انه بنسلم عليه ما بنسلم عليه، بنخاف من قصه العدوى. هو ما انه مرض ابدا ابدا معدي، البهاق والصدفيه امراض غير معدي ابدا، باللمس ابدا ولا تؤثر على الجسم، ولا وبالذات البهاق. ويعني يمكن الصدفيه بالايام بعض الحالات المتطوره يصير عندي اصابات مفصليه مثلا يتاثر على حركه المريض او يكون لها عقبيل. البهاق نهائيا ولا شيء ولا شيء. لا عندكم خطا بادراك المريض، ولا خطا بتطوره اذا كان طفل ودراسته، ولا باي شيء بخصه. هو انسان طبيعي، ممكن يكون حتى بيمتاز عن غيره بفرط الحساسيه، يعني ممكن حتى معدل الاي كيو يكون عنده مرتفع. لانه الاشخاص اللي معدل الاي كيو تبعه مرتفع شوي بيكون عندهم فرط حساسيه، واللي عنده فرط حساسيه هو انسان بيتاثر كثير، عنده استعداد اكبر للاصابات. يعني بالعكس يمكن عم نظلمهم، يمكن هن يكونوا اكثر حتى ذكاء واكثر يمكن احساس من البشر العاديين. نعم. فما بجوز نعاملهم بهي القصه، حرام، لانه عم ينظلموا بفرق لون، هذا حرام ما بجوز. دكتورة طيب، في تقنيات حديثة لعلاج البهاق، شو العلاج المتوفر آخر ده يعني الأبديت على العلاج؟ العلاجات العالمية كلها علاجات مناعة ذاتية، علاجات داخلية مناعة خارجية. والحقيقة أنه أنا كل ما بفتح يمكن النت مرة أو بفوت على صفحات المتخصصة بهذا الموضوع، كل شهر ممكن يطلع لنا أو كل 15 يوم بيطلع بحث جديد وبيطرح أدوية. يمكن معلش بنحكيها بصراحة، عم بحكي عن حالي، معلوماتي عنها أنا لغاية اليوم ممكن تكون كتير بسيطة. يعني في بعض الأدوية جديدة تماما، قد تكون تجريبية، قد تكون ما أنا متاحة ببلادنا، قد تكون مخصصة للولايات المتحدة الأمريكية مثلا، ما بتنباع برا. فبس الأدوية مناعة ذاتي هي نفس الأدوية اللي بيستعملوها أحيانا معالجات الأورام. كثير مرضانا اليوم بيخافوا من كلمة بعض الأدوية، يعني الأدوية الداخلية هي نفس أدوية الأورام. ما أنا خطيرة من ناحية النتيجة، لكن تعطي آمال كثير منيحة. سبب عدم توفرها ببلادنا هو سعرها، لكن في أدوية منهم توفرت وموجودة وصل لها أكثر من 10 سنين. بس مشكلتنا نحن التعاطي مع هيك أدوية، يا بنيجي بنكتب للمريض الدواء بيجيب للأسف بعض الصيادلة بيقول له ليك، أو بعض في بديل يمكن، يا ريت بديل، هذا دواء للسرطان، هذا دواء لكذا، بكون زد له رعبه فوق رعبه، يعني عمل له مشكلة تانية. عمل له مشكلة تانية. طيب الليزر، أحيانا تداخلات فيها، هاي من الأدوية الممكنة. الليزر هاي بدي لك ليزر هي له فائدة الحقيقة، بلشت من زمان، يعني من القرن الماضي بلشت معالجات كان اسمها البوفا أو المعالجة بالأشعة باليو في بي واليو في اي. هلأ الحقيقة استمرت لفترة منيحة وما زالت موجودة حتى بمراكزنا هون. هلا اليوم تعتبر علاج رديف، لا يعتبر علاج رئيسي. طوروها بعد اواخر القرن الماضي بشيء اسمه الاكزايمر ليزر، عطى نتيجه، هو نوع جديد، او خلينا نعتبر نفس اطوال موجه البوفا لكن الموجه الشعاعيه لكن من منشا ليزري. بعدين هلا صار في شيء اسمه الاكزايمر ليزر ناروباند، موجود عندنا.
عم نتعامل معه، بيعطينا نتائج الحقيقة رائعة كتير على الصدفية، نتائجه ممتازة جدا، نتائجه على البهاق بس حسب مناطق الانتشار، يا بتطلع سريعة إذا كان توزع. هلا هو ده بالمناسبة البهاق بالتوزع له قاعدة غريبة، بالأطراف بطيء التحسن، بالمركز بصير سريع التحسن، يعني كل ما بعدنا عن مركز الجسم بكون التطور العلاجي عندي بطيء، وكل ما قربنا مركز الجسم بكون سريع. فحتى وقت بتيجي بتتبعي انت اليوم نظام علاجي، المريض رح يتحسن بالإصابات الموجودة عنده على الجذع مثلا، على القبطين، مناطق تناسلية بتلاقي تحسنه فيها سريع. المناطق كل ما بعدنا للأطراف مثل النهايات الطرفية الاستجابة بتكون الأصابع أبطأ يمكن. أبطأ بكتير. طب ممكن نوصل لمرحلة العلاج الكامل؟ في حالات شفيت بشكل تام، هلا ما بعد العلاج الكامل اللي احنا بده يبقى المريض قيد المراقبة لفترة، سحب العلاجات المناعية تبعه بكون تدريجي، وما بيمنع انه ياخذ كورس مناعي نوبي بسموه، دوري كل فترة وفترة بياخذ علاج مشان يقدر يحافظ على النتيجة. المريض بس قطع السنتين لثلاث سنوات بصير عنده هجوع للإصابة تقريبا تام، وعم نحكي هجوع ولا نحكي ما بنقول شفاء، لسبب بسيط انه ما زال لغاية اليوم ما بيقدر انسان يحكم بشفاء مرض ما زال سببه مجهول عنده. صحيح، يعني انا ما بقدر اقول هذا شفي وانا بالاساس المنشأ نسيجي مجهول عندي، بضل معرض يمكن ل معرض بس بتمر بمرحلة شفاء طويل. يعني عندي نعم. امراض، عندي اطباء مرضى صالون 15 سنة ما غيروا، خلص مع هالأمل يعني بدنا نختم معك دكتور خلص هايك، بنتمنى كل اللي مصابين بهالمرض يعني كمان يلتزموا بتعليمات الأطباء المختصين بشكل خاص بعيدا عن القيل والقال، وأكيد بنتمنى لهم السلامة للكل. شكرا لوجودك أهلا وللمعلومات وسهلا اللي أعطيتنا يا إياها. ميتالي، شكرا لك أهلا كثير وسهلا يا دكتور. ميتالي.